تستحمل الضغوطات اللي هتكون جايه في الثلاث لقاءات اللي هم 9 نقاط، وبالتالي الاهلي يكون رسميا بطل بطوله الدوري المصري الممتاز. النادي الاهلي بكره ان شاء الله يستأنف تدريباته المسائيه استعدادا للاسماعيلي بعد ما اللعيبه اخذت راحه اليوم. بكره ان شاء الله الاهلي يستأنف مرانو مساء السبت على ملعب التتش علشان يستعد لمواجهه نادي الاسماعيلي المقرر ليها يوم الاربع والمؤجله من الاسبوع ال 18 في بطوله الدوري العام. الجهاز الفني منح راحه الجمعه للعيبه بعد مباراه انبي، طبعا مباراه كانت قويه وبالتالي الاهلي ما عندوش ضغط اللقاءات القوي اللي يقدر ان هو اللعيبه تلحم فيه ما بين الماتشات والتدريبات، وبالتالي الجهاز الفني منح راحه لكل اللاعبين النهارده علشان من بكره ان شاء الله يبداوا يستعدوا لمباراه نادي الاسماعيلي يوم الاربعاء القادم الساعه 10 بالتوقيت القاهره. والاهلي طبعا زي ما حضراتكم عارفين فاز على انبي وبيتصدر البطوله ب 73 نقطه. النادي الاهلي بيفتح تدريباته للاعلام الاحد والاثنين. النادي الاهلي دايما بيكون في تركيز، دايما بيكون في يعني النادي الاهلي بيحب يقفل على نفسه علشان يكون في تركيز اكبر، وبالتالي الاهلي بعد ما خلص مباراه انبي هيسمح للساده الاعلاميين والصحفيين الزملاء الاعزاء ان هم يكونوا موجودين يوم الاحد والاثنين علشان يحضروا التدريب ويقدروا يغطوا بشكل كامل كل الاحداث اللي موجوده في التدريبات. لكن بعد يوم الاحد والاثنين هيكون في يعني غلق للمران تاني يوم الثلاثاء علشان الاهلي يستعد بعديها لمباراه الاسماعيلي اللي هتكون يوم الاربعاء. شيء مهم جدا انه يكون في عامل من عوامل التركيز اللي موجوده في التمرين. خلاص وصلنا لاخر مرحله، عايزين بس الناس تستحملنا شويه والناس تكون معانا والناس تقف جنبنا. الساده الاعلاميين يعني ناس على دماغنا من فوق وناس بنقني ليهم كل الاحترام والتقدير، لكن طبعا وجودهم هو شيء مهم جدا جدا، ووجودهم هو شيء دايما بيسعدنا وبيشرفنا. لكن زي ما حضراتكم عارفين ان لما بيكون في غلق لبعض الايام اللي بيكون فيها التراي ماتش او قبل المباراه بيوم او بيومين والجهاز الفني قرر ان المران يكون مغلق، ده بيكون بسبب التركيز. اكيد كل الاهلاويه وكل من هو يعني حريص على مصلحه الاهلي لازم يكون مع القرارات اللي دايما بترفع من شان فريق كره القدم او اي شان من شؤون اي لعبه جماعيه او فرديه داخل النادي الاهلي. فكل توفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله نستقبل الاخوه الصحفيين والاعلاميين والمراسلين يوم الاحد والاثنين في مران النادي الاهلي اللي دايما بيكون الساعه 9:30 او الساعه 10 على حسب ما الجهاز الفني قرر ان شاء الله. باستمارة الاصوات يتسلم تقريرا عن اللاعبين الغائبين عن مباراه انبي. اكيد طبعا كان في لعيبه غائبه عن مباراه انبي وبالتالي اتمرنت في مران المستبعدين. بعد مباراه انبي على طول استلم مستر مارتن لاسارتي التقرير عن اللعيبه الغايبه واللي كانوا موجودين في المران الجماعي لقبل مباراه انبي، واللعيبه اللي كانت موجوده في التدريبات واللي كانت مستبعده ايضا من المباراه. باسم علي، عمرو جمال، مصطفى الشوبير، ومحمد نجيب، وصلاح محسن، واحمد حمودي، وناصر ماهر، ومحمد شريف، واسلام محارب، واحمد علاء، وجونيور اجاييه، وعلي لطفي اتمرنوا مران خفيف في الجيمنازيوم بسبب ان هم عندهم اصابات عضليه تستوجب الراحه، وبالتالي ممكن يشتغلوا في الجيم بدل الراحه السلبيه، وده علشان ما ياثرش عليهم تاثير كبير من خلال عودتهم ان شاء الله مره ثانيه مع الفريق. برنامج بدني للاعبين للتخلص من الاجهاد. بعد كل مباراه دايما بنسمع الكلمه دي، وكان معانا اخر مره شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من مختار التتش وقال لنا ان دايما بيكون اليخاندرو هو اخصائي التاهيل بيكون حريص على ان اللعيبه يكون في برنامج يتناسب مع الجهد المبذول ومع الـ طبعا الاجهاد اللي بيكون موجود عند اللعيبه بعد كل مباراه، وبالتالي البرنامج ده بيكون خاص باللعيبه اللي بتشارك بشكل اساسي في المباريات علشان يعرف يعمل لهم الاستشفاء الصح، وبالتالي يقدر ياخد منهم في اخر 3 مباريات الجهد المطلوب واللياقه البدنيه المطلوبه عشان احنا في نهايه موسم، وبالتالي في نهايه موسم بيكون في بعض الدروبات اللي بتحصل والاجهاد اللي بيحصل بعد ما بيكون في حمل عالي جدا جدا ومباريات افريقيه وموسمين اتلحموا. بتكلم على الموسم الافريقي وبتكلم على اللعيبه اللي بتلعب في المنتخب الاول واللعيبه اللي بتلعب في المنتخب الاولمبي، وبالتالي عندنا عناصر مهمه جدا محتاجه ان فعلا يكون في بعض التدريبات الاستشفائيه للتخلص دايما من الاجهاد. زي ما قلت لحضراتكم ان اليخاندرو هو اللي دايما بيقود مران
اللعيبه اللي بتكون بتلعب لقاءات باستمرار، اللعيبه اللي بيكون عندها اجهاد علشان يتخلصوا من الاجهاد، في نفس الوقت اللعيبه اللي بيكون غايبه بيسعى حسين عبد الدايم والجهاز الفني ان هم يعلوا بمعدلات التدريبات علشان خاطر زي ما حضراتكم عارفين كل اللعيبه تكون في نفس المستوى البدني الواحد. الجهاز الفني يطمئن على حاله جونيور اجاي، الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاساتي بيطمئن على حاله جونيور اجاي مهاجم الفريق بعد مشاركته امس في مران الغائبين عن مباراه انبي واللي اقيم على ملعب مختار التتش. جونيور اجاي هيخضع لفحص طبي بكره ان شاء الله قبل مران الفريق علشان يتحدد عليه جاهزيته للمشاركات في التدريبات الجماعيه ومدى جاهزيته للمرحله المقبله ومن 3 لقاءات متبقيين. اكيد طبعا وجود اي لاعب هيكون شيء مهم جدا. جونيور اجاي كان اشتكى من اصابه خفيفه في العضله الضمه واكتفى باداء جلسه في الجيمنازيوم خلال مران الغائبين عن مباراه انبي واللي كان بيقام امس. احمد الشيخ ايضا بيخضع لفحص طبي بكره، كل اللعيبه المصابه، كل اللعيبه اللي عندها مشاكل، كل اللعيبه اللي عايزين يتاكدوا من صحه مشاركتهم الجماعيه مع الفريق هيتحدد بكره ان شاء الله من خلال الجهاز الفني والجهاز الطبي للفريق. بكره احمد الشيخ هيتحدد له الفحص وهيتحدد له هل هو قادر على المشاركه مع الفريق بشكل جماعي ولا لا بعد ما اشتكى من اصابه في الظهر ودي اللي ابعدته عن المشاركه الجماعيه. احمد الشيخ طبعا كان حصل على راحه اضافيه بالتنسيق مع الجهاز الطبي ولم يشارك في مران الغائبين عن مباراه انبي واللي كان بيقام امبارح على ملعب مختار التتش، ولسه احمد الشيخ زي ما قلت لحضراتكم بكره ان شاء الله هيتحدد موقفه من المشاركه ام لا في المشاركات او التمرينات الجماعيه.